كما تعلمين السينما المصرية أنتجت مئات الأفلام منذ بدايتها في أوائل القرن العشرين، ولكن الميدان هو أول فيلم مصري يرشح لجائزة الأوسكار. لماذا في رأيك؟ أنتج هذا الفيلم بعد لقاء مجموعة من صانعي الأفلام المصريين في الميدان، وقررنا سويا أن نعد هذا الفيلم. كان فيلما دون قائد، كما كانت الثورة دون قائد، لكننا نقف على أكتاف مجموعة رائعة من المخرجين والمنتجين، ونأتي من تاريخ سينمائي مصري شديد الغنى، وهناك الكثير من الأفلام المصرية التي كبرت وأنا أشاهدها وأحبها. لا أستطيع أن أعطي سببا لعدم حصول أي من تلك الأفلام على ترشيح للأوسكار. لعل كثيرا من تلك الأفلام كان يستحق أن يحصل على ترشيح للأوسكار، لكني أستطيع أن أقول إن الفيلم الحالي نجح في التطرق إلى موضوعه في وقت ملائم جدا، وفي وقت العالم فيه متصل جدا مع بعضه البعض، بحيث كثيرون يتابعون بقلق حدثا يقع في الجانب الآخر من الكوكب بشكل لم يسبق له مثيل ربما. الفيلم أيضا شامل جدا، فالشخصيات فيه تجهد لتغيير حياتها وتغيير بلادها، وتصارع في سبيل أمر أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. والناس تشعر عادة أن شيئاً كهذا الصراع في سبيل الحرية يمسها في الواقع. أردت أن أنقل المشاهد إلى وسط ميدان التحرير ليشعر أنه يمر بتجربة لم يمر بها من قبل، دون أن يقود أحد تفكيره في أي اتجاه. وأردت أن يرى المشاهد قصصاً لا تخبره بها عناوين الأنباء، فنشرات الأخبار تعرض لك الساحة الكبيرة المكتظة، وتعرض لك المعارك الدموية والانتخابات، لكنها لا تتيح لك فهم الناس العاديين المناضلين الذين يقفون خلف تلك العناوين. فيلم الميدان قوبل بالمدح والتمجيد من قبل النقاد الأجانب وتوج بجوائز قيمة، ولكنه أثار الجدل في مصر والعالم العربي، وواجه بعض الانتقادات على أنه متحيز لفئة أو لأخرى. هل هذا الانطباع المحلي يعكس أو يجسد الانقسام الاجتماعي والسياسي في مصر؟ هذا الفيلم في الواقع قصة شخصية جدا وإنسانية جدا، حول معنى أن تناضل في سبيل شيء أكبر منك، وأن تغامر بكل ما تملك، وأن تصارع لتحقيق شيء أنت مؤمن به. اخترنا ثلاث شخصيات، ثلاثة أشخاص في ميدان التحرير، وتابعناهم في رحلتهم هذه. لا يمكن لأي كان أن يدعي أن هذا الفيلم هو عرض لمجريات الثورة، لا أحد يمكن أن يدعي قيامه بذلك. فهذا كقولي إنني سأعد فيلماً عن الحرب العالمية الثانية طوله 100 دقيقة، هذا مستحيل، ومن المستحيل أن يمثل هذا الفيلم آراء 80 مليون مصري، فهو ينقل آراء 3 مصريين فقط. هل كنت تتوقعين نهاية أخرى للفيلم عندما بدأت بالتصوير؟ مع الأفلام الوثائقية أنت تبدأ الفيلم ولديك شعور أنه سيكون عملاً هاماً، وأنه سيكون عن لحظة هامة في التاريخ، وهذا كل شيء. لم يكن لدي أي فكرة أين سيأخذني الفيلم. فقد أخرجنا الجنية من الفانوس ولا يمكن أن نعيده إليه الآن. نشأت روح جديدة بين الناس عندما اجتمعوا والتقوا سوية في الساحة للمرة الأولى، وأعلم أن هناك أناس ما يزالون يعملون بجد كبير في سبيل التغيير في مصر. الآن نحن ما زلنا في مرحلة الحصول على موافقة الرقابة، وهذه عملية طويلة ما تزال تجري الآن. فالفيلم الآن رسمياً محظور عرضه في صالة مصر، إلا أن الجميل في العالم الذي نعيش فيه اليوم أن المصريين الشباب لم ينتظروا الموافقة على الفيلم. من الجميل أن الشباب شاهدوا الفيلم وصاروا يناقشونه على الإنترنت، فتحول إلى موضوع للنقاش، وهذا ما يجب على الفيلم أن يكون. ونأمل أن تنضم السلطات إلى النقاش، ونتمنى فعلا أن يروا في موضوع الفيلم نقلا لجزء هام من مصر وتاريخ مصر. وقبول عرض هذا الفيلم سيكون برأيي شهادة هامة يقدمونها ليقولوا: ها نحن نسير إلى الأمام في حرية التعبير والديمقراطية، لأننا نقبل وندعم حق الآخرين في أن يكون لهم رأيهم الذي قد نختلف أو نتفق معه. هذه خطوة هامة يجب اتخاذها برأيي، ولكن إلى ذلك الحين نعتمد على الدعم الذي يأتينا من الناس في كل أنحاء مصر. وقد تشرفت كثيراً بتمثيل مصر إلى جانب مصريين آخرين على السجادة الحمراء في أوسكار هذا العام.